لا لا عفوا استاذ، احنا بالنسبه لموضوع الكهرباء ما يصير نعتمد على مصدر واحد، نعتمد لا على الوقود او الصفائح او الطواحين او الحراره المصاحبه في الارض الجوفيه، هاي ممكن استخدامها، هذه تتوزع حسب حاجه المناطق اللي تحتاجها. يعني المناطق السكانيه انا ما اخلي لها طاقه الوقود، لا اخلي لها الضوئيه، تمام، بس المعامل المن اخلي لها الوقود حسب استخدامها. تمام استاذ، الاعتماد على مصدر واحد ونوع واحد هذا خطا كارثي، لان هذا ممكن يقول عندهم، بس انا اريد افتهم، اذا لا ايران ولا امريكا ولا ما اعرف انه ذن اللي يتحججون بهن، منو اللي له علاقه بالاداره السياسيه للنظم الحاكمه في العراق؟ بسبب انه يعني هذا ما شاف هذا الوزارات تعتبر مثل الدكاكين المربحه وغير المربحه، وحتى من توزع بين الاحزاب حسب الميزانيات اللي بيها، حسب القوه، يعني لا حسب الميزانيات، مثل هاي بيها مليار، هاي مليارين، يعني يطول وزارتين ام المليار، وهذا ياخذ وزاره ام المليارين. الدكتور صح لو غلط اللي احكي هيك، يعني هو يعرف الدكتور، انت بتعرف.